ومن حضرتك اروح لسياده اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظه الجيزه. مساء الخير يا سياده اللواء، اهلا بيك على الحياه اليوم. اهلا، مساء الخير. انا عايز اطمن من حضرتك، في مناطق في الجيزه بتتعرض كتير لمشاكل في هذه الحالات، مطلع الدائري، منزل المحور، مناطق اللي فيها مثلا مترو زي احمد عرابي، المناطق اللي فيها اماكن زراعيه الفلاحين بيشتكوا، الهرم والطلبيه تحديدا بيبقى فيها مشاكل. يعني محافظه الجيزه من المحافظات اللي ليها ظهير مدني وظهير صحراوي وظهير زراعي، فاشرح لنا الاستعدادات بقى في هذه الاماكن تحديدا. والله زي ما حضرتك قلت كده، يعني المناطق ديت الحقيقه احنا من خبرات السابقه في الامطار اللي فاتت واللي قبلها، يعني عملنا خطه كويسه، حصرنا اماكن التهديدات المحتمله، الاماكن اللي هي بتجمع فيها الامطار، وشفنا امكانياتنا ايه، وزعنا امكانياتنا على اماكن التهديدات دي. الحقيقه احنا من النهارده الصبح بدري رفعنا حاله الاستعداد لكل الاجهزه التنفيذيه في المحافظه، وقفنا الاجازات في الثلاث ايام الاجازه اللي هم بكره وبعده وبعده، يعني عدد السيدات يمكن اللي سمحنا لهم بالاجازه، لكن بقيه الاجهزه كلها موجوده ان شاء الله، ونفذنا الخطه اللي قلت لسيادتك عليها. يا سياده اللواء، ويرجعوا يقولوا الستات عايزين مساواه. يا سياده اللواء، الستات خدوا اجازات والرجاله هم اللي بيشتغلوا؟ ما هم الرجاله اللي عاوزين مساواه دلوقتي. ربنا يعين الجميع يا فندم، ربنا يعين الجميع. اتفضل يا سياده اللواء. والحمد لله، يعني احنا النهارده نفذنا خطه اعاده التمركز. يعني احنا خطتنا مبنيه على ان احنا بمجرد ظهور بوادر لسقوط الامطار او وجود تنبؤات زي التنبؤات اللي عندنا دلوقتي، فاحنا من قبل بمجرد ظهور البوادر ديت بنعيد تمركز المعدات بتاعتنا كلها في اماكن التهديدات اللي احنا قلت لسيادتك ان احنا حصرناها من الخبرات السابقه. فاحنا بالفعل عندنا تقريبا حوالي 68 مكان تهديد، ده في مدينه الجيزه بس ده غير المراكز، يعني وزعنا عليهم النهارده رقم ضخم يا فندم. بالظبط، يعني هو معظمهم في مطالع المنازل، في مطالع الكباري وداخل الانفاذ زي ما حضرتك قلت، على الطريق الدايري، على الطريق الصحراوي، في مناطق في اللبيني، في الهرم. حضرتك انت يمكن يعني حافظ الاماكن كويس، واضح ان سيادتك من الجيزه. انا فعلا من منطقه من احدى المناطق في الجيزه، يعني مظبوط. فحضرتك حافظ الاماكن، يمكن فعلا الاماكن دي اللي احنا يعني حاصرينها. على المناطق التهديدات ديت وزعنا معداتنا، احنا وزعنا 205 معده منتشرين حاليا في الاماكن ديت، وان شاء الله هم معانا مبيتين، لو ما حصلش مطر النهارده فهم مبيتين في اماكنهم استعدادا لسقوط الامطار اللي احنا متوقعين طبقا للتنبؤات انها تبتدي من الصباح الباكر. فبمجرد واحنا واثقين يا فندم في الخطه دي، بس انا عندي سؤال اخير يا فندم، بعد ما ان شاء الله يعني الازمه دي تعدي على خير، هل في اي خطه موضوعه لان ال 68 منطقه او موقع اللي حضرتك اتكلمت عليهم يتم العمل عليهم في خلال فترة الصيف عشان ينخفضوا في الموسم اللي جاي ما يكونوش 68، يبقوا مثلا 50، والموسم اللي بعده يبقوا 40، في هل خطة موضوعة في المحافظة؟ لا، ما هو الحقيقة 68 يعني ما فيش عمل فيهم، هم 68 دولت شوارع مسافلتة وفيها بلعات صرف أمطار، لكن أنا بتكلم إن لما المية بتنزل بكميات كبيرة علشان البلعات، يعني البلعات الساعة بتاعتها، الساعة اللترية بتاعتها، او طبعا بتاخد وقت. ما هو ده المقصود يا فندم، هل يعني مثلا معروف ان البلاعة الفلانية في الشارع الفلاني ما بتستعبش كمية الامطار اللي بتنزل، فهل في خطة لتوسيع هذه البلوعة او لعمل صرف زيادة في هذه المنطقة؟ هل في خطط بالتعاون طبعا مع وزارة التنمية المحلية؟ لا، انا بس عاوز اقول هيئه الطرق والكباري يعني بكل تاكيد. هو الحقيقه البلعات طبعا دي كان يعني من اول الشتاء، واحنا البلعات في صرف الامطار بالكامل تم تطهيرها، وغرف تفتيش الصرف الصحي تم تطهيرها، وعليها طبعا متابعه مستمره، لكن هو الموضوع ان المكان ده بيتجمع فيه الميه عشان كميه الميه كبيره، البلاعه بتعمل بكفائتها ما فيش فيها مشكله، لكن انت طبيعي لما تملى البانيو ميه علشان البانيو يصف الميه اللي فيه بياخد وقت. طبعا احنا مش عاوزين ناخد الوقت ده، عشان الوقت ده طبعا هيعمل لنا مشاكل في حركه المرور وخلافه، فبنوقف معداتنا عشان تساعد مع البلعات دي. طبعا. لكن الحمد لله البلعات يعني تم صيانتها، محطات رفع الصرف الصحي طبعا دي تم التاكد منها تماما، لكن انا بس بتكلم على انتشار المعدات، عشان لو كميات الميه كبيره
فطبعا ما تاخدش الوقت اللي هو تستوعبها البلاعات دي. عظيم. لكن برضه في الاطار اللي سيادتك اتكلمت فيه، احنا يمكن شركه الميه مع هيئه النظافه مع الاحياء خلال الفتره اللي فاتت ديت، احنا يعني في اماكن حتى اللي ما فيهاش صرف صحي عملنا بلاعات صرف تبقى زي بيارات، يعني بالظبط كده اللي بيسموها اهالينا بيسموها طرنش. بس مش على حجم الطرنش، ومجرد بلاعه في الارض متغطيه بغطاء صرف امطار، علشان بس ايه لما الميه تتجمع فيها يبقى بنستاهل الشطات اسهل، لما بتشفط من على الاسفلت فبيبقى في صعوبه شويه في الشط. عظيم. يعني انا عاوز اقول لك كمان احنا يعني يمكن عندنا اداره الازمات مشكوره، يعني قدرت يعني يمكن لسه حد اول امبارح يعني صمموا لنا ابلكيشن جميل كده على الموبايل، بقى معانا كلنا مع الساده المحافظ على الموبايل بتاعه ومعانا كلنا ابلكيشن لمتابعه الموقف في كل الشوارع او في المناطق. لا انا الحقيقه ابلكيشن انا يعني فرصه اشكرهم عليه. طب اتفضل. هي تجربه كويسه، يعني ان انا وانا واقف على جوجل ايرث في الموقع بتاعي بدوس على الموقع اعرف انا في كام عربيه انا مخططها في المكان ده واسم السواق ايه وتليفونه ايه. فالحقيقه الابلكيشن ده ان شاء الله يمكن نجربه المره دي اول مره. يا رب يا مسهل، يا رب يا مسهل. وهنتابع مع حضرتك سياده اللواء، سياده اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظ الجيزه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.